الفيديو بتاع باتشيكو وهو بيقول لك سرق علبة الحلاوة ومشى الهارب الهارب باتشيكو، وطلع في القطط الفاطسة. دلوقتي بقي باتشيكو هو اللي عمل الفرقة اللي جروس خد بيها الكونفدرالية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هات يا ابني علبة الحلاوة اللي كان واخدها باتشيكو، كان سايبها معانا أمانة. شوف سبحان الله، تلف الأيام عشان الراجل طيب يرجع عشان ياخد علبة الحلاوة زي ما سابها لي أمانة. أمانة خدها من مرتضى، جيشلها عندي أمانة، أهي هياخدها على طول. حد يبعت لنا الفيديو بتاع باتشيكو يا جماعة، أهو اسمع يا عم، أدي باتشيكو. سمعت الأول أني على باتشيكو؟ اسمع بقى. لا ممكن سمعت ماذا قطع الفكرة وبعت رسالة قال إنه ماشي علشان رفضان الفندق المصري، أنا جبت له فاتورة الفندق بتاع حلو بقيت له السبت. ده راجل كان جاب نصاب سميكي بيبي، خد شهر زيادة كمان، خد شهرين مقدر، وبعدين جه وبعدين جه قال لي أنا زوجتي تعبانة عايز آخد شهر كمان، لسه الشهر الجاي أضيفه له. إحنا سميكي سميكي إن شاء الله عندنا وغرامة على الهلال وغرامة على النصر، اتفقوا مع سيد وزير الشباب السعودي واسالوا هل ينفع رئيس، هل ينفع رئيس نادي الشباب السعودي في مدرب بعض النوادي ياخدوا الطريقه دي؟ ما اعتقدش السعوديه وشعب السعوديه شعب اللي كان زي ما في رايك بيقول ناخد من كابتن. خلي بالك من الحته دي، قال لك هو هل ينفع فريق الشباب السعودي دلوقتي، بيقول لك درب فريق الشباب ونجح معاه، قال لك هو هل ينفع فريق الشباب السعودي يسرق مدرب او ياخده بالطريقه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي. الراجل ده بص قبل الخبلان، قبل الخبلان 27 وبعدين يرجعوا 27 اللي حصل كتير دي الوقت اللي بتلاقي الناس كلها بتتكلم، الناس مكمله، لا توقف الدوري وبعدين هنشوف اذا كان كمان نهايه الموسم او هي اللي لسه مكمله. محمد الشرع قعدت مع لعيب امبارح في النادي، كان في قعده مع لعيب امبارح، اللعيبه نفسيا عامله ازاي؟ اللعيبه انا سالتهم سؤال، اللي بيلعب في الزمالك مش عامل مشكله، بيلعب عشان بتشيك منه، بيلعب عشان الزمالك مستمر. ده في 2 يناير 2015 سب الباتشيكو، راح باتشيكو على فكره شهر ولا حاجه في الشباب وفشل ومشى، ومن ساعتها نايم في البيت. أسوأ اختيار للزمالك في هذه المرحله، راح الشباب السعودي وطردوه بعد شهرين. انا فاكر الكلام كويس، ومن وقتها نايم في البيت، كان مستني اللحظه المناسبه. اه والله العظيم كان مستني اللحظه المناسبه. في كمان فيديو تاني عمله من المكتب، حد هيبعته لي دلوقتي، بيشتم اكتر من كده. يا استاذ اسلام، حد بيقول لي يا استاذ اسلام عواد بيقول لي فايلر هرب. لا ما حصلش ان فايلر هرب، ما حصلش. مين قال لك ان فايلر هرب؟ باتشيكو انا ما بشتموش، باتشيكو هرب تاني. الراجل ده كان موجود وكان قاعد مع اوجيه عبد البيت معاه، وخد علبه الحلاوه بتاعت فول النبي ونزل وطلب 15 يورو عشان مراته عيانه تقريبا لو تفتكروا، وهرب بالليل في جناح الليل. الفندي التاني في ليرة انا ما مشيتوش، تاني بيقول له اهو عشان يقعد يكتب ومصمم ان انا طفشته وان انا بتدخل. انا مره واحده في ماتش السوبر قلت تاني المره الاخيره لما عرفت التشكيل، قال الكابتن اسماعيل موجود وعلاء ملك كان موجود معانا في ابو ظبي ومجلس الاداره كان موجودين كلهم. شفت التشكيل لقيت راجل قد ايه عاند، راجل كان اتفق خلاص انه يمشي. بقول للبطل احترم نفسك، انت واخده الخونه كلهم يشتمونا في القناه بتاعتك، خلاص هو ده مش متعاقد مع نادي، بتخلي عندك دم من الدولابين بتاعك. هو ولا فات اللي هيبدا وهيتكلم ان شاء الله باذن الله، وهنشوف عين سودا ان شاء الله لكن السمك اللي مسمى بالاكل. اهو احنا دلوقتي مشكلتنا في علبه الحلاوه، باتشيكو هيجي بيها ولا مش هيجي بيها؟ مصر كلها مستنيه تشوف علبه الحلاوه. اه والله العظيم علبه الحلاوه اهم عندنا من باتشيكو، لان دي حصل فيها ازمه بين الدول.
علبة الحلاوة بتاعت باتشيكو فين يا مرتضى؟ دلوقتي هو في الفيديو قال انا اسماعيل قال له ابعت علبة الحلاوة معاك، عايزين نطمن على علبة الحلاوة. شفت انت عادل امام لما قال لك ايه؟ لما قال لك انا بصراحة كنت خايف على العدة، انا بصراحة خايف على علبة الحلاوة، انا بصراحة خايف على علبة الحلاوة. لا حول ولا قوة الا بالله، يا مثبت العقل في الدين يا رب. طب اقول لك على حاجة، اسمع محمد صلاح مع ابراهيم فايق. ماشي يا عم. كابتن محمد صلاح ايام ما كان بيشرب شاي بلبن، الناس كلها بتشرب شاي بالياسمين وهو كان بيشرب شاي بلبن. اهو اسمع يا بيه، محمد صلاح باتشيكو هرب، ما كانش وما كانش قال لحد وخلع من غير ما يقول لنا. اهو بص اهو مع ابراهيم فايق اهو، اهو بص اقرا اهو، اهو جمهور التالتة مع ابراهيم، باتشيكو رحل عن الزمالك هاربا وليس مقالا. اها اها قريتها ولا ما قريتهاش؟ اها ده الكابتن محمد صلاح اللي كان شغال معاه اهو، طبعا بتعليمات من مرتضى لما كان الكابتن محمد صلاح شغال يشرب شاي بلبن، لما كان شغال يشرب شاي بلبن. العقد يبدأ يوم 25 يعني الجمعة بتاع باتشيكو، ومعاه 3 أجانب مساعدين ومصري واحد هو الكابتن مدحت عبد الهادي. اسمع بقى كمان، أما عشان ما ابقاش بظلم حد، اسمع يا عم، عشان جماهير الزمالك تعرف احنا بنخاف على ايه، بنخاف على الكيان والمأجورين بيعملوا ايه. كلمني سمو الامير خالد، خالد بن سعد رئيس النادي. عبد الرحمن بن سعد، خالد بن سعد، عبد الرحمن بن سعد، لا خالد بن سعد اللي كلمني وبعت الشغلان. قال لي يا سيد مرتضى، طبعا لان انا قلت انا ليه اعتبر السعوديه، فقال لي الراجل ده فهمنا من 10 ايام انه انت شخصيه مضطهده، مش عايز تديله فلوسه، مش عايز تديله هدومه. قلت له هدومه فين يا راجل؟ ده نصب عليا انا، واخد مني انا 3 اشهر مؤجل. للاسف الشديد طبعا، فالراجل قال لي مش هيدرب في السعوديه الا نادي الزمالك، واحنا موافقين ونشوف على بعض. النهارده يمكن انا يمكن قعدت معاكم بعض المواقع اللي نزلت وبهزر اقول لكم مش كيمياء، فلان جون واثنين مساكين بس فالاخر ده التاني يقول لك ده بيعمل التشكيل. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف التشكيل الا مع الناس. انا حتى جيت سالت احمد بيه قلت له مين هيلعب النهارده؟ فان شاء الله باذن الله ربنا يحفظكم النهارده. ماتش الاولين مهم جدا جدا ان شاء الله. اسم ماتش النهارده، انتوا لاول مره الزمالك من ولا خالد بن مساعد كلمه ساعتها، ولا زي دلوقتي بيقول لك كل السعوديه كلموني. اي كلام في اي بيعيش خيالات مع نفسه، نفس فيلم ابو سنيه ده، خيالات مع نفسه يا جماعه. النهارده انا بقول لك يوم حزين للزملكاويه، تمخض الاسد فولد فأرا، يعني تمخض الاسد فولد فأرا. النهارده يوم حزين، اي حد بيحب الزمالك يقول اختيار باتشيكو كويس ما بيفهمش، وانا اتمنى له التوفيق، ولكن اختيار صادم. لكن بدل الجماهير، الجماهير غير راضيه، مدام رموز راضيه بكده يبقى على الدنيا السلام. شفت كم الفيديوهات اللي بيتقال على باتشيكو؟ كمان استنى اجيب لك محمد مهدي عشان عندنا اخبار مهمه جدا تاني خاصه بمرتضى اهو. يعني يا جماعة ده يرضي ربنا، ده ده يرضي ربنا، لأن طبعا سمعة مرتضى سيئة مع كل المدربين. سمعة مرتضى ما فيش مدرب كويس عايز يجي. علق أمان على كالديرون، ولكن عبد الناصر زيدان قال ايه؟ ادعم النشفان، اوعى يالا تمخض الجبل فولد فأرا. ما زي بعضهم علبة الجبل أسد باعتبار ان هو بيحب ان يكون أسد. الرقم المطلوب مغلق. محمد مهدي قافل التليفون، نجيبه على الانترنت. تبقى ليلته سودا لو قافل الانترنت. لا مفتوح الانترنت.
تمخض والله عارف انها يا زياد تمخض الجبل فولد فأرا، بس انا بقول على باعتبار انه هو حابب انه هو يبقى اسد، امنية حياته انه يبقى اسد.